التداوي بالأعشاب هو نوع من أنواع الطب البديل والذي بدأ استخدامه منذ العصور القديمة. اليوم زميلنا فيصل الملحم في فقرة أسبوعية ثابتة كل يوم أحد يلتقي العم جابر القحطان للحديث معه حول عالم الأعشاب الواسع والمتشعب. متابع. حياكم الله، أنا متواجد اليوم هنا في منزل الدكتور جابر القحطاني خبير بالعقاقير الطبية. مواضيع مهمة نتداولها في هذا اللقاء بإذن الله. حياك الله دكتور جابر. أهلا، حياكم الله، مرحبا. أهلا وسهلا، شرفتنا في برنامج ياهلا. الله يبارك فيك، يا مرحبا. الله يحفظك. بالبداية سألنا الدكتور إيش الفرق بين الأعشاب المغلية والمنقوعة وكيف طريقة استخدامهم. عادة الشيء اللي ينقع هو الذي يحتوي على مواد هلامية، مواد هلامية يعني ده زي البامية، البامية التي تأكلها يخرج منها مواد هلامية تلقاها لزجة. البذر الكتان من الأشياء المشهورة والتي تستخدم على نطاق واسع. هذا البذر يحتوي على مواد هلامية، ولذلك يجب أنه لا يغلى بأي حال من الأحوال، ويستخدم منقوع. عادة ينقع في المساء قبل النوم ثم يشرب في الصباح الباكر. والكتان مشهور بفوائده الطبية، خاصة بالنسبة للكوليسترول والدهون الثلاثية. الرشاد من المواد المهمة، والذي يعرف عندنا في عند المزارعين بالتفاء، والرسول ذكر التفاء. طبعا المستخدم منه البذور، والبذور هذه أيضا فيها مواد هلامية، ولذلك يستخدم سفا، لا يستخدم نقعا ولا مغليا. والأشياء الصلبة مثل الصندل وهو خشب، أو كثير من النباتات الصلبة اللي هي ملم صلب، عادة تنقع لمدة ما بين 12 ساعة إلى 6 ساعات. النباتات أو الأعشاب التي تحتوي على زيوت طيارة يجب عادة عدم غليها كثير. لماذا؟ لأنها تحتوي على زيوت عطرية، زيوت طيارة تتطاير. إذا حطيتها في ماء حار، المادة الفعالة اللي يعزى إليها التأثير الدوائي هو في زيت الطيار. زيت الطيار هذا إذا جت حرارة شديدة شوية يتطاير، وبذلك تفقد خواص الدوائية. إيش هي المأكولات المفترض نحرص عليها في الشتاء؟ دائما البكتيريا والفيروسات تتكاثر في فصل الشتاء، ولذلك يجب أن نشوف الأشياء اللي تخفف من أذاها أو اللي تقتلها ونستخدمها في الأكل. فمثلا هذه الجريب فروت اللي هي أكبر من البرتقال، هذه المفروض أن الواحد في الشتاء في الفطور قبل ما يتفطر أنه يأخذ لحبة، لأنه يحتوي على بيتا كاروتين، والبيتا كاروتين هذا طارد مضاد للأكسدة، يعني يخرج السموم اللي تتراكم على الكبد من الجسم. أيضا كل الحمضيات، البرتقال والليمون واليوسف أفندي والترنج، ترى الترنج طيب مع الناس كثير ما يستخدمونه، وأنا شايفه هنا في الرياض منتشرة، أشوف فيها ما شاء الله الترنج. الكيوي، الطماطم، الفلفل الأحمر، الفلفل الأحمر الأصفر، الجزر، كل الكركديه، هذه المواد الله يبارك فيك المفروض في الشتاء نحن نتحاول نحن نتناولها. أولا لأنها مضادة للأكسدة، ثانية لأنها قاتلة للجراثيم.
إيش هي المشروبات المفترض نحرص عليها في الشتاء؟ أما بالنسبة للمشروبات في الشتاء، في الزنجبيل والقرفة الصينية، هذه من الحاجات اللي هي تشرب وهي ساخنة، يعمل منها شاي. الزنجبيل والقرفة والمرمية واللاويسة والكركديه، الكركديه ممكن يشرب على البارد وممكن يشرب على الساخن. هل في مشروبات خاصة لطرد الميكروبات والفيروسات في فصل الشتاء؟ من أجمل ما يمكن أو الذي يمنع هذه أو يحد من أذاها للإنسان اليانسون والكراوية واليانسون النجمي والكمون والسنوت والكزبرة والنانخة، هذه كلها مضادة للفيروسات والبكتيريا. والبابونج، نسيت البابونج، مهم، هذا من الحاجات المهمة جدا. هذه كلها تشرب مثلها مثل الشاي، لو سفت فهي جيدة، بعضها يسف زي النانخة تسف، ممكن الكراوية تسف. بعد الفاصل لنعود.